بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أبنائي الأعزاء في هذا الدرس الجديد واللي كيتعلقنا به طبعا جغرافيا. المرجع هو المفيد في الاجتماعيات، قسم خامس ابتدائي. الدرس السابع مميزات وطني الواجهتان البحريتان. الواجهتان البحريتان، أهداف تعلماتي: أصف ساحلي المغرب وأوطن عليهما أهم موانئ وطني، أفسر دور الساحلين في تنمية وطني، ثم أكتشف نماذج من موانئ وطني بحال مثلا ميناء طنجة المتوسط. إذا أمهد لتعلماتي: تعرفت في درسي السابق أن وطني يتميز بموقع جغرافي متميز، فما مميزات ساحلي وطني؟ وما دور هذين الساحلين في تنمية وطني؟ وأين تتجلى قيمة أهمية ميناء طنجة المتوسط بالنسبة لوطني؟ إذا سنشتغل على الأنشطة اللي عندنا. نعم، إذا عندنا هنا واحد الخريطة، ما هي؟ أصف ساحلي المغرب طبعا وأوطن عليهما أهم موانئ وطني. السواحل والموانئ بالمغرب، العنوان ديال الخريطة. لاحظوا هذا ميناء رئيسي، هنا العاصمة ها هي طبعا الرباط، وهنا ميناء رئيسي بحال ديال الناظور، الحسيمة، طنجة، طبعا متوسط طنجة، المدينة، العرائش، هادو كلهم موانئ رئيسية. هنا حدود سياسية طبعا راه واضحة، هي مع موريتانيا. هنا السواحل، نعم، إذا السواحل هما السواحل. ثم عندنا 12 ميل بحري، المياه الإقليمية 12 ميل. سنتعرف على الميل، شنو ما معنى الميل البحري طبعا، المياه ثم المياه الإقليمية. دابا الآن قالوا لنا هنا أتتبع معطيات خارطة، حاولنا درناها، ثم الجدول. أريكم الجدول، هو عندنا واحد الجدول تيقول لنا هنا معطيات عددية حول السواحل والموانئ المغربية. إذا العناصر عندنا: طول الساحل المتوسطي، الساحل المتوسطي عندنا 512 كيلومتر، وطول الساحل الأطلنطي 3000 كيلومتر. إذا بغينا نحسبوا المجموع ديالهم، طول الساحل غيكون عندنا 3000 زائد 512 هي 3512 كيلومتر، هذه كلها طول الساحل طبعا على المغرب. مجموع الموانئ عندنا 40 ميناء، نعقلوا عليها مجموع الموانئ شحال عندنا؟ 40 ميناء. نعود إلى الخريطة والأسئلة اللي عندها. نعم، هنا قالوا لنا أسمي الموانئ الرئيسية، قلناها الموانئ الرئيسية عندنا هذا الرمز، هذا هو من الرئيسي. ثم حي بحال الناظور، الحسيمة، الرباط، الدار البيضاء، ماشي الرباط، الدار البيضاء الجديدة، أسفي، جرف الأصفار، وهكذا. وأصنفها إلى موانئ متوسطية وموانئ طليعية. هادو اللي هنايا موانئ متوسطية بحال ديال الناظور، الحسيمة، وديال طنجة، وهادو موانئ محيط أطلنطية بحال ديال العرائش، مثلا الدار البيضاء الجديدة، أسفي، جرف الأصفار، الصويرة، أكادير، سيدي إفني، طنطان، هادو كلهم كيتسمى موانئ أطلنطية. سأضع ذلك في علبة الوصف إن شاء الله. هنا أستخرج من الجدول مجموع طول الساحل، قلنا قبيلة، فقلنا أن طول الساحل طبعا متوسطي 512 كيلومتر، وطول الساحل الأطلنطي 3000 كيلومتر. إذا المجموع هو 3000 زائد 512 اللي هي 3512. عدد مطلوب منا عدد الموانئ بالمغرب، ها هي مجموع الموانئ 40 ميناء. نعم، ثم قالوا لنا أوضحوا المقصود بالمياه الإقليمية. طبعا إذا ها هي المياه الإقليمية، هي مناطق من مياه البحار والمحيطات تمتلك دولة ما حق السيادة عليها بموجب اتفاقيات دولية. ثم خصنا نعرفوا أن الميل البحري، الميل هي وحدة لقياس المسافة ورمزها هاد غران ام، وتعادل 1852 متر. إذا الميل هو 1852 متر. نعم، الآن النشاط الثاني: أفسر دور الساحلين في تنمية وطني. نقرأ: أكتشف أهمية الساحلين بالنسبة لوطني. تعتبر السواحل ذات أهمية كبيرة بالنسبة للدولة، لها دور أساسي في النمو الاقتصادي والسياحي، فضلا عما توفره من فضاءات طبعا للراحة والاستجمام والأنشطة الترفيهية.
إذا شوفوا هذه الخريطة، عندنا هنا الموانئ المغربية وأنشطتها، حاولوا تقراوا هذه مزيان، الموانئ والمغربية وأنشطتها. نعم عندنا هنا، نكمل نشوفوا المفتاح وكل شيء ديال الخريطة. إذا عندنا هنا طبعا المفتاح هو المهم بزاف، عندنا هنا الميناء، طبعا هذا الميناء، هذا الرمز هذا كيعطينا ديال التجارة، هذا الرمز ديال هذه السمكة الصيد البحري، ثم هذا نقل المسافرين، وهذا للترفيه. نعم للترفيه. إذا طبعا من خلال الخريطة كيتبين لنا بعض الموانئ اللي كتشمل على التجارة مثلا، وعدات هذا الرمز اللي هو نقل المسافرين بحال ميناء طنجة متوسطي، الناظور عندهم ديال التجارة، وعندهم الصيد طبعا البحري، وهكذا. المهم هي مجموعة من الموانئ، مثلا الدار البيضاء عندهم طبعا هذا للتجارة، وهذا للصيد البحري، وهذا طبعا للترفيه. إذا مهم هذا المفتاح هذا، حاولوا تشوفوا المفتاح مزيان وتبحثوا على الموانئ اللي عندها مثلا الصيد البحري، اللي عندها التجارة، اللي عندها نقل المسافرين، واللي عندها مجموعة من الأنشطة. دابا الآن سنمر إلى هذه الأسئلة، نحاول من على الخريطة. أوضح انطلاقا من النص ما يبين أن للسواحل أهمية كبيرة جدا بالنسبة لوطني، من خلال النص ما يبين أن للسواحل أهمية كبيرة جدا. نعم نعود إلى النص، ها هو. إذا أهمية كبيرة، هي عنده دور أساسي من بين الأهمية، دور له دور أساسي، لا دور أساسي في النمو الاقتصادي والسياحي، يعني لها دور أساسي في النمو الاقتصادي والسياحي، ثم توفير فضاءات للراحة والاستجمام والأنشطة الترفيهية. عفوا. إذا ما يبين أن للسواحل أهمية كبيرة جدا بالنسبة للوطني، هو أنها لها دور أساسي فاش في النمو الاقتصادي والسياحي، وتوفير فضاءات للراحة والاستجمام والأنشطة الترفيهية. نمر إلى طبعا السؤال الموالي، أتعرف من خلال المفتاح أنواع الأنشطة التي تمارس في الموانئ. ها هي، كاين التجارة، الصيد البحري، نقل المسافرين، الترفيه، ها هي مكتوبة هنايا، وسأضع لكم إجابة كلها في علبة الوصف. ها هي التجارة، الأنشطة، التجارة، الصيد البحري، نقل المسافرين، الترفيه. انطلاقا من طبعا الخريطة، أذكر أنواع الأنشطة الممارسة في الموانئ التالية، بحال ديال طنجة المدينة. لاحظوا طنجة المدينة فيها الصيد، فيها طبعا الترفيه. ما كتبانش لكم الصورة، أعتذر. إذا بالنسبة لطنجة المدينة، كاينة الصيد، كاينة ديال الترفيه، ثم نقل المسافرين. العرائش، العرائش طبعا هنا عندنا طبعا الصيد البحري. الدار البيضاء، الدار البيضاء عندنا طبعا هنا التجارة، وعندنا الصيد البحري والترفيه، ثم الصويرة، الصويرة هي الصيد البحري والترفيه، وأكادير طبعا معروفة بالتجارة والصيد البحري والترفيه، والعيون هي التجارة والصيد البحري. سأضع لكم ذلك في علبة الوصف. إذا هنا عندنا أكتشف نماذج بين الأنشطة المينائية بوطني، فطبعا هذه تعبرنا على ذلك، هناك نقل بضائع، إذا التجارة هنا واضحة أنها الصيد البحري، هنا طبعا نقل المسافرين، وهنا طبعا هي بين للترفيه، وهنا كذلك طبعا للترفيه، وهنا طبعا للتجارة والترفيه. إذا هذه هي النشاط في كل صورة، عندنا الأنشطة قلنا هنا التجارة، هنا الصيد البحري، هنا نقل المسافرين، هنا طبعا الترفيه، وكذلك هنا كذلك للترفيه، وهنا للترفيه وللتجارة. نعم سنرى الأسئلة هنايا، ونكمل شوية الإغنية مكتسباتي. ألاحظ الصورة ألف وباء غنم، أحدد النشاط الممثل في كل واحدة، قلناها أسمي الموانئ التي يوجد بها كل من النشاطين المينائيين الممثلين في الصورة واحد ألف وباء. إذا اللي فيها عندنا فيها طبعا التجارة، وعندنا فيها الصيد البحري، عندنا التجارة والصيد البحري، ها هما اللي فيهم التجارة والصيد البحري. طبعا مثلا عندنا الداخلة كتبان لكم عنده هي التجارة والصيد البحري، العيون التجارة والصيد البحري، طنطان التجارة والصيد البحري، أكادير فيها التجارة والصيد البحري، والترفيه زايدة. إذا كنا أسفي التجارة والصيد البحري، جرف أصفر التجارة والصيد البحري. إذا حنا خشناهم في الخريطة، سأضعهم في
نشوف هنا السؤال، أعرف باستراتيجية جديدة للدولة المغربية بشأن الموانئ انطلاقا من فقرة أغنية المكتسبات. تعرفها وعدنا استراتيجية الموانئ في أفق 2030، مخطط وضعته الدولة المغربية بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الوطني والإقليمي، وذلك بالعمل على توفير البنية التحتية والمرافق والخدمات المينائية ذات مواصفات دولية. نعم، استخلص أهمية السواحل بالنسبة للوطني. إذا أهمية السواحل هو كما قلنا هي طبعا توفير بنية تحتية من طبعا إنشاء الموانئ طبعا، فكينا كذلك هذه طبعا الموانئ التي يتم إنشاؤها تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. إذا هناك تنشيط تجاري، نشاط تجاري، تنشيط، كذلك هناك الترفيه، الاستجمام، طبعا تنشيط مجال ديال السياحة مما يوفر فرص شغل وكذلك جلب العملة الصعبة. الفقرة ديال أو النشاط الثالث، أكتشف طبعا نماذج من موانئ وطني. ميناء طنجة المتوسطي، نقراو هذا النص. ميناء طنجة المتوسطي ورش كبير بدأ استغلاله في يناير 2007. إذا بدأ استغلاله في متى؟ في يناير 2007، ويضم 5 أرصفة. نعم، المكونات ديالو 5 أرصفة مخصصة لاستقبال الحاويات. هذه هي الصناديق الحديدية الكبرى المخصصة لحفظ البضائع اللي كيوضعوا فيها البضائع. إذا شحال فيه؟ 5 أرصفة تخصص لاستقبال الحاويات، اللي هي الصناديق الحديدية الكبرى المخصصة لحفظ البضائع. إنه يتميز بموقع استراتيجي، موقع استراتيجي عند ملتقى أكبر طريقين بحريين بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلنطي على الصعيد العالمي، بالقرب من مدينة طنجة ومضيق جبل طارق. الموقع ديالو، إنه أكبر ميناء في المغرب وإفريقيا من بين المستوى ديالو، القيمة والأهمية ديالو على المستوى طبعا الدولي، أنه أكبر ميناء في المغرب وإفريقيا. ألاحظ الوثيقة استقريناها، ألاحظ الوثيقة 7. نعم، ها هو ميناء طنجة، ها هو اللي فيه قلنا الأرصفة وطبعا الحاويات، الصناديق الحديدية الكبرى المخصصة لحفظ البضائع. استخرج من النص تاريخ بداية استغلال الميناء، ها هي يناير 2007، يناير 2007. إذا استخرج من النص تاريخ بداية استغلال ميناء طنجة المتوسط، قلنا فكاش متى؟ يناير 2007، هي قيدوها. وطبعا موقع جغرافي، عنده موقع اولا استراتيجي، وهو في ملتقى بالقرب من مدينة طنجة ومضيق جبل طارق، هاي بالقرب من مدينة طنجة ومضيق جبل طارق، ثم هو عند ملتقى اكبر طريقين بحريين. اذا هو نقطة التقاء طريقين بحريين، وكما انه قرب من طنجة الموقع ديالو، ومن قرب من مضيق جبل طارق. هنا قال لك سيدي استخرج أهمية قيمة وأهمية ميناء طنجة. نعم، قبل هذا كنا أصف مكونات ميناء انطلاقا من الصورة 7. إذا المكونات ديالو كما قلنا قبيلة راه هي كتكون من أرصفة وهاد طبعا الحاويات. نعم، طبعا يضم قلنا 5 أرصفة، إذا جينا نحسبها يكون 5 أرصفة تما، ويضم قلنا هذوك الأرصفة لاستقبال طبعا الحاويات أو الصناديق المخصصة للكبرى لحفظ البضائع. استخرج قيمة أهمية ميناء طنجة المتوسطي، ما هي قيمته؟ إذا لميناء طنجة المتوسط أهمية كبيرة، حيث له موقع استراتيجي فهو قريب من اوروبا. نعم، قريب حيت يكون من مدينه طنجه وجبل مدينه جبل الطارق فوق اوروبا، مما يساعد على التبادل طبعا التجاري، نقل المسافرين، جلب السياح، ومن ثم جلب العملة الصعبة وتقليص البطالة. نعم، دابا الآن سنمر إلى نعم سنمر إلى النشاط الموالي. إذا نقراو هذاك موقع استراتيجي. عندنا هنا موقع استراتيجي، مصطلح يطلق على الموقع الجغرافي لبلد ما والمتميز بالأهمية الاقتصادية والتحكم في طبعا المواصلات الدولية. نعم، هنا أبين أهمية توفر السواحل
البحريه وبين اهميه توفر السواحل البحريه بالنسبه لبلد ما. اذا الاهميه ديال توفر السواحل البحريه بالنسبه لبلد ما هو المساهمه في النمو الاقتصادي والاجتماعي. يعني اول حاجه انشاء الموانئ، وهذيك الموانئ هي اللي كتساهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي وتوفير فضاءات للراحه والاستجمام، توفير فضاءات للراحه والاستجمام. اذا اصنف الجدول التالي بعد نقله طبعا اسماء الموانئ التاليه الى موانئ متوسطيه وموانئ اطلنطيه، وابين اهميه الموانئ في الحياه الاقتصاديه الوطني. اذا خصنا نكونوا عارف الخريطه، ولا نرجعوا للخريطه ونشوفوا اكادير راه ميناء اطلنطي، جرف اصفر كذلك ميناء اطلنطي، الحسيمه متوسطي، طنجه متوسطي، متوسط طنجه متوسط هو ميناء متوسطي، العيون، العيون غيكون فهو ميناء اطلنطي في الخريطه، والناظور فهو ميناء متوسطي. اذا غنحدو ديال المتوسطي، كاين الحسيمه وطنجه والناظور، الحسيمه طنجه والناظور هنا متوسطي، والاطلنطي اكادير والجرف الاصفر والعيون، اكادير والجرف الاصفر والعيون. هنا اهميه طبعا الموانئ طبعا في الحياه الاقتصاديه هو انها اول حاجه ممارسه مجموعه من الانشطه بحال التجاره، صيد البحري، نقل المسافرين، الترفيه. اذا فلها دور اساسي في النمو الاقتصادي، لها دور اساسي في النمو الاقتصادي. اخيرا احدد موقع ميناء طنجه المتوسط، اذكر مختلف الانشطه التي يقوم بها، ثم ابين مكانته على المستوى الوطني والدولي. اذا يقع ميناء طنجه قلنا بالقرب من مدينه طنجه، ميناء طنجه يقع بالقرب من مدينه طنجه ومضيق جبل طارق، نعم. والانشطه التي يقوم بها هي التجاره، نقل المسافرين، وطبعا ثم مكانته على المستوى الوطني. راه عندنا كانت في النص هو اكبر ميناء في المغرب وافريقيا، اكبر ميناء في المغرب وافريقيا.